أولى مساحاتنا الصباحية فرح تكون مساحة طبية ورح نخصصها للأسنان. خلينا نحكي اليوم أنه كثير من الناس بيحلموا بهي الابتسامة الهوليوودية، الأسنان المتناسقة والبيضة والابتسامة الجميلة، ويمكن البعض بيقول أنه بيفكروا أنه بس الشيء الظاهر هو اللي بيعطي جمالية للأسنان، واللي هذا الشيء بيخليهم كثير يقبلوا على عمليات تجميل الأسنان واللثة الزهرية والابتسامة الجميلة. اليوم بدنا نحكي عن هذا الموضوع، أنه ليس مقتصر فقط التجميل على التقويم الظاهر مع ضيفنا لليوم، لكن قبل ما نعرف تفاصيل من ضيفنا خلونا نروح نشوف هالتقرير وبنرجع. كثير من الأشخاص بوقتنا الحالي صاروا يلجأوا لتجميل الأسنان سواء كان في ضرورة أو لا، وكأنه أصبحت موضة العصر. كثير من الخبراء بهذا المجال بيأكدوا حول مفهوم تجميل الأسنان، وأن أغلب الناس بيعتقدوا أن وظيفة تجميل الأسنان تتلخص فقط في الشكل للحصول على ابتسامة هوليوود، ولكن بالواقع تجميل الأسنان يعنى بوظيفة الأسنان وسلامة اللثة أيضاً. تجميل الأسنان يلزمه وبحسب الخبراء عدة خطوات ويجب أن يقوم بها، تختلف من حالة إلى أخرى. فيمكن للشخص أن يقوم بتنظيف أسنانه بشكل بسيط ليحصل على التجميل المثالي، أما شخص آخر يمكن له أن يقوم بعدة إجراءات كالتنظيف والتبييض والتركيب ليحصل في النهاية على النتيجة التي حصل عليها الشخص الذي تم القيام له بتنظيف واحد فقط. ينصح الخبراء لكل من يفكر بإجراء عمليات تجميل الأسنان بالقشرة التجميلية أن يفكر بعلاج أسنانه أولاً قبل التجميل، ذلك لأن تجميل الأسنان ومشاكل ابتسامة هوليوود غالباً ما ينتجان عن القيام بالتجميل دون علاج. لنحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل أكثر، خلونا نستقبل ضيفنا الدكتور سامر زكريا، أخصائي بأمراض الأسنان وجراحتها. يعني زينا مثل ما قلنا بالمقدمة موضوع كثير شائع، وبنفس الوقت في غلط حول هذا الموضوع. رح نحكي بالتفصيل أكثر عن الابتسامة الهوليوودية وتجميل الأسنان اللي يمكن صار موضة بشكل كثير كبير، أكيد مع الدكتور ما ذكرنا الدكتور سامر زكريا، أخصائي بتركيب زراعة وتجميل الأسنان. يسعد صباحك دكتور. صباح الخير، شكرا لكم بالأخبارية شوية. يسعد صباحك. يعني اليوم عم نحكي عن موضوع شائع جدا بالمجتمع، كل الصبايا والشباب عم يتجهوا للتجميل بغض النظر إذا كانت أسنانهم صحية وجيدة أو حتى لا. خلينا نحكي اليوم، هل التجميل الأسنان فقط مقتصر على الشكل الخارجي ولا يؤخذ بعين الاعتبار مثلا السن، إذا كان نظيف، إذا كان شكل الأسنان جميل، هل تنصحه؟ هل بيأثر على السن الطبيعي؟ هلا أول شيء أنا ما بنصح بتجميل الأسنان غالبا إلا إذا في داعي له. العامل النفسي مهم جدا، رضا الإنسان عن نفسه عن ابتسامته عن شكله. بيجي مرضى كتير بيكونوا ابتسامة جميلة وبيطلبوا تجميل إضافي، إذا الابتسامة جميلة جدا فبقترح تحويل الشخص على معالج سلوكي أو معالج نفسي، يعني لحتى لأنه الرضا الموجود عن الابتسامة هو الأساس، مو الابتسامة تغيير شكلها هي الأساس. فأما إذا في شيء فعلا سبب موضوعي لتغيير الابتسامة وقتها بنتدخل وبنعمل تغيير بشكل الأسنان. أهم تغيير ممكن نعمله هو مشابهة الطبيعة، أنا برأيي يعني السن الله خلقه بأجمل صورة، فلازم نقلد هالطبيعة هي، هذا أحسن شيء ممكن يعمله طبيب التجميل. غير هيك أنا بعتبر أنه انتهت موضة ابتسامة هوليوود، يعني إجت فترة من 10 سنين تقريبا. هلا الناس متجهة على الطبيعي أكثر، على الطبيعي أكثر، بلشت تدرك أهمية الطبيعي، وهذا الشيء نحن كنا نقوله من زمان. نحكي عن الابتسامة الطبيعية مقابل الابتسامة خلينا نقول المتشابهة، كل الناس تشبه بعضها، كل أسنان بيض كذا. برأيي إنه هلأ بلشت تنحسر، يعني من سنوات موضة ابتسامة اللي يسموها ابتسامة هوليوود، ودخلت مقابلة الابتسامة الطبيعية اللي نحن بنفضلها دائما، مثل المكياج غير الظاهر، مثل الثياب الأناقة البسيطة، ابتسامة بسيطة تشبه الجمال الطبيعي، والرسخ كمان من خلالها رضا المريض عن نفسه وعن ورضا الناس عنه. نعم. يعني دكتور إذا بدنا نحكي عن الناحية الطبية أو حتى الناحية الصحية، برأيك تجميل الأسنان شو مضاره؟ أول شيء تجميل الأسنان هو يعني مو فوراً بنروح على التجميل، أول شيء هو شيء وظيفي وصحي، لازم تكون الأسنان صحيحة قبل ما تكون جميلة. وظيفياً لازم المريض يكون يقدر يأكل وهو مرتاح،
لسه تكون صحيه، تكون ما فيها امراض نسويه، فبنلجا لها المعالجات هي دائما قبل ما نبلش بالتجميل. نعم. وهي الشغله بتتضافر فيها الاختصاصات العديده بطب الاسنان، احنا اختصاصنا هو اللي بيعطي المريض الحل النهائي يعني، بس كمان بيخطط من البدايه، ببلش بيشوف بيدرس الحاله كلها، بيشوف شو متطلباتها قبل ما نلجا للتعويض او التركيب او التجميل. معالجات لسويه، معالجات جذور، علاج جذور الاسنان، بناء الاسنان بشكل يتحمل التركيبات اللي رح نعملها وظيفيا. هل المريض قادر يتحمل مثلا اذا احتاج مثلا وجوه تجميليه او عدسات، ولا لازم نركب له تلبيسات كامله او تيجان؟ هاي الامور لازم ندركها وندرسها قبل ما نروح على التجميل مباشره. اي هلا صبية او شاب بهمهم الشكل او الضحكه تكون جميله، فيها نوع من البياض يعني، او يعني تكون مقبوله، هل في طرق ثانيه غير الفينير واللومينير للحفاظ على بياض الاسنان؟ بتعرف نظام حياتنا اليومي يمكن يؤذي شوي اسناننا، فهل هناك طرق تجميليه اخرى لتبييض الاسنان حفاظ على ابتسامه جميله؟ اول شيء مثل ما قلنا قبل شوي، مثل ما ذكرتوا كمان تقرير، انه مو فورا بنلجأ للفينير او اللومينير. اول شيء بنفكر بتنظيف اسنان، ننظفهم، يمكن ننظفهم يطلعوا حلوين كثير ونحقق المطلوب، يمكن نضيف حشوات بسيطه ببعض المناطق، يمكن نطولهم شوي صغيره من حد القاطع شوي، يمكن نعرضهم، نضيف مواد بسيطه بالعياده بجلسه واحده تحسن الابتسامه بشكل كبير كثير، بدون ما نلجا للعلاج النهائي واللي هو الفينير او العدسات، لانه الفينير يعني علاج مؤذي احيانا، ممكن يكون في برد للسنان، ممكن نضطر نبرد الاسنان، وحتى اذا بردناهم لازم ما نبرد كثير بشكل مؤذي، لازم نحاول دائما نحافظ على بنيه السن. اهم شيء، اهم من الشكل، الحفاظ على السن يخدمنا طول حياتنا، احسن ما نبرده كثير. يعني انا بشوف شائع، لانه بيجيني تحويلات من اطباء كثير بيبردوا، يكونوا كثير باردين السن، يعني بيبقى منه شيء بسيط وعدي دبري بقى كيف بدك تحلي المشكله، يعني صحيح. تبني على سن لا، هي دكتور احد الاخطاء الشائعه والمشاكل اللي بيعاني منها المريض، يمكن انه برد السن بشكل مبالغ فيه. خلينا نحكي بالتفصيل عن ابرز الاخطاء الشائعه يلي ممكن تصير اثناء تركيب وجوه الفينير او الليمونير، وكمان ممكن تكون مده بقائه هي الوجوه. اول خطا شائع هو عدم دراسه الحاله بشكل كافي، يعني عدم توقع النتيجه قبل ما نبلش فيها، مو نبلش فورا بالتجميل بعدين بنشوف النتائج، لازم نتوقع شو ممكن يصير ونتناقش مع صاحب الابتسامه، يعني نقول له انه نحن بدنا نعمل هيك، بدنا نعمل هيك، موافق كذا. ثاني خطا هو البرد كميه كبيره من السن والاضطرار لعلاج جذر، يعني سحب الاعصاب بعدين. هذا خطا كثير موجود للاسف، فورا بيسحب له الاعصاب كلها ببردها بعدين بيلبسهم كلهم. ثالث خطا عدم مراعاه نسوج اللثه، يعني اللسويه لما بيكون التلبيسه كثير مثلا اجريسيف، يعني فايته كثير باللسه، بتعمل التهاب، بتعمل التهاب باللسه وبصير مشاكل بتظهر بعدين مو فورا للاسف. فهذا الشيء لازم نكون مخططينه من البدايه. رابع خطا هو عدم مناسبه الابتسامه او لون الاسنان او حجمهم لمحيطهم اللي هو الشفه واللسه والابتسامه. مثلا بيجيني احيانا مريضه بتفرجيني، من يومين اجتني مريضه جابت لي صوره الممثله اللبنانيه فاليريا ابو شقره، قالت لي انا بدي مثلها هي، انا بقدر اقلد اسنان بس ما بقدر اعملك انت مثلها، يعني وشك غير وشها، لونك غير لونها، شفافك غير شفافك، محيط شكل الوجه بيلعب دور كثير باختيار اللي بيناسبك لك غير اللي بيناسب زينب، غير اللي بيناسبني الي، يعني لازم نشوف كمان هذا الموضوع ناخذه بعين الاعتبار، مو بس انه اللون ابيض، لون كذا، درجه لون، الحجم مو مسطره يعني بنقدر نطبع، فلازم كل حاله ننظر لها كانه شيء جديد لحتى نقدر نعطي نتيجه. يعني اذا يعني بالمختصر خلينا نقول انه تجميل الاسنان لا يقتصر على عمليات التجميل الفينير او اللومينير، فينا نطبق اذا كان في عندنا اسنان صحيه طبعاً. تطبيقات حسب الدكتور المختص بانه تطلع الابتسامه جميله. طبعا خلصنا من التجميل، خلينا نروح على الزراعه. اوكي، نحكي عن هالتقنيه بالتفصيل. الحالات الطبيه اللي بتحتاج زراعه اسنان، زرع الاسنان هو اهم، يعني احسن تعويض ممكن يحصل عليه مريض لسن مفقود ما عنده، ما أنه موجود، لما بنفقد الامل من السن ونشيله، فاحسن تعويض ممكن هو الزرع. الزرع هو عباره عن برغي معدني بنحط جوات العظم وبننطر فتره معينه بعدين بنلبس فوق سن تعويضي. فالزرع مشكلته الوحيده فقط هي كلفته، يعني في مرضى ما بيقدروا يتحملوا الكلفه الماديه طبعا. هذا هو المشكله الوحيده. في له بديل؟ بديل هو اذا في اسنان محيطه بمنطقه السن المفقود فبنقدر نركب جسر، بس هذا له مشكله انه نبرد من السنين قبل بعد. في بديل ثاني هو المتحرك، انه نركب تركيب متحرك، تعويض متحرك عليه، هدول هن بدائل الزرع الحاليه الموجودين. والبديل الثالث هو الحفاظ على السن نفسه اذا امكن ذلك، يعني اذا في جزر متبقي الطبيب عنده خبره بحافظ عليه بيعالجه
بيبني عليه شيء ممكن يقدر ما يضطر لزرع يعني. طيب دكتور شو هي ابرز الحالات اللي بتشتغلوا عليها على زراعه الاسنان؟ يعني بيجي اجى المريض لعندك دغري قلت له الحل الوحيد هو الزراعه، امتى بيكون؟ بيكون لما بيكون ما في اي امل من الحفاظ على الاسنان المتبقيه بسبب مرض دسوي او مرض السن نفسه، وعنده وجود كميه كافيه من العظم، لانه اذا ما في عظم بنضطر نرجع نبني عظم كمان نحط. الرحله طويله دكتور. اي احيانا بنضطر يعني نعمل معالجات على مراحل، اما اذا في عظم موجود نقدر فورا نزرع وفورا نعوض ونركب اذا في مجال يعني عند المريض. طب شو هي الحالات المرضيه الشائعه الاكثر شيء هلا عم تجي لعندك على العياده بخصوص الزراعه او التركيب او حتى التجميل؟ هلا التجميل خف بسبب الوضع الاقتصادي، بسبب تراجع الوضع الاقتصادي. طبعا. صار القادر يعمل ابتسامات من هالنوع هو المريض يعني بصراحة مقتدر، يا مقتدر يا مغترب يا عنده قرايب مثلا مغترب يا باع شي بيعه مثلا يا ربحان ورقتي يعني مثلا فوقتها بيقدر، لأنه القدرة المادية العادية ما بتقدر يعني ما عاد توفي يعني ما عاد تزبط مع المرضى. هلا فلذلك المعالجات الاضطرارية اللي فيها ما عاد يقدر ياكل، موجوع كثير بده يعوض بده يركب إلى آخره. هلا نحن لما تسكرت الحدود وصارت ظروف الكورونا والاخره قل كثير عدد الوافدين من برا، بس هلا اي حدا في عندي مرضى يعني ناطرين بس لتفتح الحدود من لبنان من العراق ومن سوريا طبعا ومن الولايات المتحده بيجوا احيانا، يعني من جميع دول العالم لما في امكانيات بيجوا على سوريا بيكونوا سوريين طبعا لانه هون ارخص لانه ارخص بكثير الكلفه ومع خبره اعلى بكثير من برا وظروف العمل اسرع. يعني في دول بيكون فيها اجراءات معقده كثير لبين ما تعملي زرعه ولا ما عندنا فورا بتقدري تدرسي الحاله فورا بتقدري حقي مطلوب يعني. تمام. بالنسبه للزراعه دكتور انت بتقول ما فينا نزرع للشخص، العمر ممكن يلعب دور، اصابته بعدد من الامراض الاخرى، انت ممكن نحن نقول ما بنقدر نلاقي حل بزراعه الاسنان؟ لحسن الحظ مضادات استطباب الزرع قليله كثير هلا صارت، يعني المريض اللي ما بينزرع له كثير مريض نادر. تمام. منهم مثلا المريض اللي ما عنده عظم نهائيا، ممتص العظم يعني دايب بعد ما راحوا سنان فتره طويله، او اللي عنده درجه معينه من هشاشه العظم لا يمكن من خلالها بدنا نعالج اول الهشاشه لحتى نقدر نزرع. غير هيك كل الحالات متاحه للزرع يعني عنده وجود عظم مناسب. مع انه كنا عم نحكي عن الحاله الاقتصاديه هلا الله يفرج على كل السوريين، يعني صار الشخص يطبب نفسه بنفسه. صحيح. ما عاد يرجع للطبيب المختص واحيانا بتصير مشاكل اكبر. صحيح. حتى ما بياخذ استشاره يعني طبيه. صحيح. بحط القصص التقليديه كبشه رنفول بحط شغله انه بيهدي الوجع او بياخذ التهاب بخفف المناعه يوم قد ايه خطر هذا الشيء؟ هلا انا بنصح يعني قدر الامكان انه الواحد ما يعالج حاله اذا بيقدر، يعني على الاقل يسكن الوجع يعني يزور طبيب مجاور مثلا له زياره بس يروح الوجع على الاقل ما يحط. هلا الاوجينو روح الرنفول بخفف الالم احيانا. اللي بيشرب عرق بيحطوا عرق على سنه مثلا، اللي بي مثلا بي بي في في طرق مختلفه بس احيانا لا يطاق الوجع. بس هو تخدير مؤقت، تخدير يعني مؤقت بيروح الوجع مؤقتا وبعدين بيموت العصب وبيؤدي لعفونه بعدين بصير التهابات، فلازم على الاقل يعالج العصب يعني على الاقل قدر الامكان يعني. تمام. سمعنا كمان دكتور اذا رجعنا شوي لامور الفينير والوجوه، اليوم كثير من الدكاتره بيقولوا انه عمره 10 سنوات. أوكي. بعض الاشخاص بيركبوا هدول يمكن ما بتضل حتى 10 سنوات حسب يمكن النوعيه وحسب الجوده وحتى استجابه المريض لهذا الشيء، فخبرنا اليوم بشكل فعلي وحقيقي شو هو العمر الحقيقي له وامتى بتنصح المريض يمكن بتجديد هي الوجوه؟ اوكي. هلا عمر التركيب له علاقه بتقريبا 3 اسباب. اول سبب يعني كيف الطبيب نفذ الحاله، مثلا اذا كان في اطباق قوي على الفينير المركب بينكسر بسرعه. مثلا فلازم يدرس كيف يعني اطباق المريض، يدرس طريقه الالصاق يعني بشو لزق المواد، اصول التلزيق، لانه اذا لزق بطريقه ما انا كثير يعني احترافيه ممكن يفك او يوقع بعدين. المخبر الماده اللي ساواها منه هل هي ماده جيده ولا لا كمان بياثر كثير على التركيب، ممكن ينكسر لانه اذا نوعه سيء ممكن ينكسر. فالعمر الافتراضي هذا الشيء مو يعني ما بنقدر نقول انه 10 سنين او 5 سنين او 20 سنه. تمام. ممكن يعيش 20 سنه اذا كان جيد وبظروف جيده اجمالا. تمام. ممكن يحب يغيره لانه درج لون احلى. مثلا درج الوان يعني احسن فقديمين صاروا وحابب يغير شيء معين فيه فيغيرهم. فانا ما بشوف انه يعني في عمر معين. وانا بجي تختلف طريقه العنايه بالاسنان لاسنان الفينير بدها عنايه اكثر لما تكون اسنانك كلها طبيعيه بدك تفرشيهم كل يوم، فاذا عندك فينير فبدك تستعملي احيانا الخيط الفلوس اكثر،
بدك تستعملي الفرشاية بعمق أكثر، بعناية أكثر، بدك تعتني فيهم أكثر من السن الطبيعي يعني شوي، وبدك تدير بالك إنه ما تأكلي على شغلات قاسية عليهم قدام على الأقل، مشان ما يعني ما نكسر عليهم شيء، مثلا نكسر شيء مثلا لوز أو أي شيء قاسي لازم ندير بالنا، أو بزر أو بزر أسود مثلا، بزر أبيض. خلينا نحكي يا دكتور، يعني كثير مثل ما قلت هلا كلهم بيطلبوا موديلات معينة لتجميل الأسنان ممكن ما تلبق على كل الوجوه، صحيح، منها تطويل الأسنان، تطويل الأسنان هالتقنية هل إنه هي مناسبة لكل الوجوه ولا في وجوه حسب طبيعة الأسنان؟ كيف إنه بتقدروا؟ لأن تطويل الأسنان بعمله حسب الرغبة، وهو بسموه الأسنان الأرنبية بسموه، ودرج فترة درج فترة كثير صاروا الممثلين يعملوه يطولوا السنين الأمامية بشكل مبالغ فيه. هلا هو حلو لأنه بيظهر السنين الأمامية أثناء الابتسام، بس أنا برأيي ما بأيد المبالغة فيه، لانه ممكن ياثر على الاطباق، ممكن ياثر على اللفظ شوي، بس ممكن حسب رغبه المريضه يعني اني اعملها ضمن شروط معينه وحدود معينه، طول الاسنان احيانا. بس كمان هاي موضه وعم تراجع شوي شوي كمان مثل ما عم تراجع. شو اكثر موضه رائجه هلا بالتجميل الاسنان؟ هلا اعمل حق الطبيعي اكثر، درجه فتره النبات الحاده الرجاليه للبنات، بس هلا هلا كمان انتهيت الموضه. فانا دائما بقول مثل الثياب الكلاسيكيه اللي دائما دارجه يعني، فموضات بتروح وبتجي، بس انا بايد الكلاسيكي، انا بايد الشيء الكلاسيكي الطبيعي الدائم يعني موجود شفاف طبيعي. لما بيجي لعندك دكتور اي مريض او مريضه ما عندهم مشاكل صحيه لكن حابين يلجؤوا للتجميل، بتحاول تنصحهم بالاسنان الطبيعيه انه نحافظ عليها قدر الامكان لحتى يمكن نوصل لسن معين نصير فعلا نحن بحاجه التجميل او حتى تصحيح شكل الاسنان؟ كثير بحاول، كثير بحاول يعني انه ما بدهم شيء، حلوين لا تعملون، لانه ممكن يفوتك شغلات ثانيه تندم انه تقول يا ريتني ما، بس كمان اذا في حاجه حقيقيه موضوعيه يعني للتجميل بعمل له اياها. اجمالا يعني ما بفضل الفينير قبل العمر المعين، لانه شو العمر المعين اللي ممكن تقول هلا صرنا بحاجه فينير؟ يعني طبعا في مرضى بيكونوا هلا بشكل عام فوق ال 45، تمام، فوق ال 45، بس يعني في مرضى بيكونوا بده يكون كمان في سبب، يعني اذا واحد عمره 90 سنه واسنانه لساتهم حلوين وجمالهم ما في داعي يعملهم، يعني اذا التقويم في مجال لتغيير الاسنان نفسهم بالتقويم، اسنان حلوين بس وضعهم غلط، بنعدلهم بالتقويم، ليش نعمل فينير؟ بس احيانا بنعمل تقويم وبضل في مشكله، طبيب التقويم بيتصل من قبل ما يبعث المريض لعندي قبل ما يعمل، انه رح نعمل تقويم بس بعدين حتى يمكن التقويم بيحتاج لفتره زمنيه يمكن اطول من الفينير لحتى ياخذوا النتائج الايجابيه، فبعض الاشخاص يمكن بده نتائج سريعه او فوريه بيختصروها بالفينير. صحيح. برايك صفه الاسنان ممكن تتعالج بالفينير قد ما كان في ممكن مشاكل باسنان عشوائيه؟ ممكن طبعا، اذا المريض مثلا التقويم بياخذ سنه ونص مثلا او سنتين او ثلاثه احيانا، فالمريض مو مستعد يفوت به معالجه تقويميه، فبده ينهي هالموضوع، فبيجي فورا باسبوع بتصير يعني موجوده. ممكن. طيب في كمان طرق لتبييض الاسنان دارجه هلا لانه سعره اقل، يعني مثل الليزر او التنظيف المنزلي. طبعاً. كمان التنظيف المنزلي له مواد معينه من عده دول ما بدنا نذكرها، كمان على جوده الماده حسب لتعطي الفعاليه، هل انت مع هي التبييض اذا ما عدا المبالغه بالتبييض؟ يعني التبييض التنظيف اوكي اكيد، التبييض ماده استخدام ماده جيده يعني مو اي ماده يعني، مع عدم المبالغه بالمواد المبيضه لانه بتعمل حساسيه تفوتنا بشغلات ثانيه، فممكن حساسية. ايه بنصح بالتبييض المنزلي اكثر، بس ممكن كمان التبييض بالعياده اللي بيسموه الليزر ممكن كمان، وممكن نوعين مع بعض يعطوا نتائج يعني. كل قد ايه فتره وفتره ممكن الشخص يلجأ للتبييض؟ هلا اللي بيأرجلوا بيدخنوا كثير كل يعني 6-7-8 شهور ممكن مره يبيضوا بشكل اساسي ويخلوا القالب عندهم ويصيروا بعد 6 شهور يجيبوا المواد بس بحطوها بالقالب وبيرجعوا بيبيضوا وهكذا. اللي ما بيدخنوا يعني بترحل سنه سنتين احيانا حسب الحاجه يعني حسب الحاجه وحسب الحاله. عندك اثنين فأكيد يعني نصائح أخيرة بتحب توجهها لكل شاب وصبية عندهم أسنان كتير حلوين، مو كل شيء تجميل هو يعني صح، في قصص صحية وطبية هي أفضل للحفاظ على الأسنان وابتسامة جميلة. بنصحهم أكثر شيء يحافظوا على أسنانهم طبيعي أكثر شيء، وفي حال عدم يعني إمكانية ذلك إذا ركبوا تلبيس يعني التجميل حافظوا عليه قدر الامكان اذا كان جيد يعني، وحافظوا على صحه اللثه لانه هو اللي بيطول عمر تطويل عمر السن اللي تحت التجميل هو اللي بيطول عمر التجميل تمام. نفسه فاكثر شيء بنصحهم بالحفاظ على السن الطبيعي اذا امكن ذلك يعني. تمام. كل الشكر لك دكتور سامر زكريا، بنتمنى لك كل التوفيق. شكرا لكم كثير. شكرا كثير، شكرا لوجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي اعطيتنا اياها. شكرا لكم. شكرا لك.